خمس ثواني بس. كل هذه التمارين لازم تنعمل مع شعور بالشد البسيط، بالشد البسيط في نهاية الحركة. أي ألم بشعر فيها ما بعمل، ما بتجاوز لمرحلة الألم. شوي شوي يوم عن يوم بتحسوا في هاي الحالة في صار في تغيرات، نفسكم صار أفضل أحسن، صرتوا تاخذوا نفس أعمق، وهذا كله بساعدكم إنكم تخلصوا من الآلام الحادة هاي اللي موجودة في الظهر من المنطقة الصدرية أو تحت اللوح. هاي آلام مزعجة وبدكم تزيدوا من الليونة هذه كمان. خلي واحد يعملكم مساج قوي على منطقة الصدرية، منطقة الظهر، استخدموا زيت زيتون، هذا كمان حيساعد كتير، غير الكمادات المي السخنة اللي بدكم تعملوها مع. بعدين موضوع المشي، المشي العسكري، واحنا رافعين راسنا ونحرك اكتافنا، لانه حركة الكتف هي من حركة المنطقة الصدرية، وكلها مرتبطة مع بعض هاي المناطق العلوية. وهذا كله المشي افضل تمرين، افضل حركات، بس بدكم تكونوا واقفين مستقيمين بدون انحناءات، وتتحركوا وتحركوا كتافكم. ممكن تستخدموا العصاية حطوها ورا ظهركم واعملوا هاي الحركات، هاي كويس كتير التمرين، ارفعوها لفوق، نزلوها، المهم تضلكم تحركوا حالكم بهاي الاتجاهات وتاخذوا شهيق وزفير، شهيق وزفير، شهيق وزفير. هيك بتحصلوا انتوا على تمارين تنفسية، وبتحصلوا على تليين للمنطقة الصدرية وتخفيف لحدة التشنجات وحدة الآلام. شكرا لكم ويعطيكم العافية، تحياتي.